السلام عليكم، معكم زميلكم دكتور عبد الله اشرف فرقه ثالثه. باذن الله النهارده هنتكلم عن اولى الراوندات من مديول اي 200، تمام؟ الاير نوز اند ثروت، ان شاء الله يكون خير، تمام؟ وذلك بعنوان الاكزامينشن روم والاير اكزامينشن، تمام؟ هناخد غرفه الفحص في الدكتور عند الدكتور اللي انا بلاقيها اي 200، وهناخد الاير اكزامينشن، تمام؟ نفحص الاذن سواء كان structural او functional، تمام؟ تمام، نبتدي باول حاجه الاكزامينشن روم. الاكزامينشن روم اللي انا بلاقيها في عياده الدكتور بتاع الاي 200 بتتضمن ايه؟ بتتضمن ثلاث حاجات. اولا البيشنت تشير، اكيد كرسي يقعد عليه البيشنت، بيكون فيكسد، بيكون ما بيتحركش، تمام؟ امال الاكزامينر بتاعي بيكون بيتحرك، تمام؟ بيكون كده اوكي، عشان اعرف اتنقل واعرف اخد ايه اليونت اللي انا عايز استخدمها. يبقى بيتكون من دايجنوستيك اي ان تي يونت، الجهاز اللي انا عايز استخدمه، تمام؟ هروح اختاره واقعد على الكرسي واتحرك واروح للبيشنت، تمام؟ تمام، ناخد دلوقتي شويه انسترومنتس، معدات نستخدمها، تمام؟ كلها متعلقه بالاضاءه. اول معدات ممكن نستخدمها الهيد ميرور، تمام؟ الدكتور بصراحه بيلبسها كده، تمام؟ بتكون مرايه وليها فتحه كده عشان العين بس، تمام؟ طبعا دي حاجه قديمه شويه بس عادي. الدكتور بيعمل ايه؟ بيجيب لايت، بيجيب شعاع، تمام؟ لايت بيم، ويحطه على المرايه دي، وبعدين المرايه دي تعكسه على العيان، تمام؟ على الحنجره، على الاذن، على الانف، تمام؟ عشان اشوف بقى، عشان اعرف اضيء واشوف يعني، تمام؟ تمام، الميرور بتكون ايه؟ بتكون كونكيف، اوكي، عشان تجمع لي الضوء. بتعمل ايه؟ بتعمل لي ريفريكشن، وفي نفس الوقت اللايت اللي انا بديه ليها بيكون من العيان من الناحيه الليفت، بيقول لك من الليفت شولدر، اباف ذا ليفت شولدر، behind and above the left shoulder of the patient، تمام؟ تمام، طبعا دي حاجة بدائية، أنا كده مش عارف أتحرك، لازم أفضل واقف قدام البيم ده، تمام؟ في نفس الوقت هي بتتحط تماما على ال right eye بتاع الدكتور، تمام؟ ال right eye، يعني خلي بالكوا البيم left لكن هي بتتحط right eye، تمام؟ ناخد اللي بعدها الأحدث شوية اللي احنا بنشوفهم بقى، اللي في الخلفية ورا أو دول بقى، تمام؟ اسمها ال head lamp، تمام؟ أهي. بتكون مالها الادفانتيجز، بتكون ايزي تو يوز، اكيد بورتابل، هعرف امشي بيها، صح؟ اقدر اعمل بيد سايد اكزامينشن، لو البيشنت نايم اقدر افحصه برضه. allows movement، اقدر اتحرك، مش لازم اقف قدام بيم كده، تمام. اللي بعدها والاحسن منها بكتير examination under the microscope او الاوتو مايكروسكوب، تمام؟ دي احسن حاجه طبعا، هي البيست البيست البيست، عشان حاجات كتير بس اهمهم تعمل لي magnification with good illumination، إضاءة حلوة وفي نفس الوقت تكبير حلو، تمام؟ وإن أنا أقدر أستخدم both hands و both eyes، الاتنين both، تمام؟ هنا eye واحدة أمال هنا اتنين، تمام؟ تمام جدا. نكمل وناخد اللي بعدها ال hand held speculum. إحنا عارفين كلمة speculum معناها حاجة زي funeral كده أو حاجة قمع، تمام؟ صح، أنا بستخدم دي كده، أنا بحطها في ودن العيان، تمام؟ بحط طبعا النارو في ودن العيان، تمام؟ النارو بليس في الكارتيلاجينال سبارت، تمام؟ وانا ابص من هنا برضو بعتمد فيها على ايه؟ على الاضاءه من اي حاجه تانية، تمام؟ بس هي انا بمسكها في ايدي زي ده، بمسكها في ايدي وانا اللي بحطها، تمام؟ احنا بقينا يعني كل ما نزود لارج، كل ما يكون البتاع ده لارج، كل ما يكون كومفورتبل، عشان هيزود لي كميه الضوء اللي داخله، فانا هقدر اشوف، يعمل لي بيست فيو، تمام؟ تمام. اللي بعدها بقى استخدمنا حاجة تانية اسمها اوتوسكوبيك اكزامينشن، باستخدام الاوتوسكوب، تمام؟ هو ده، شوف الدكتور ماسكه ازاي على هيئة قلم ورافع ودن العيان ازاي، تمام؟ نتكلم على كل ده. الادفانتجز بتاعه ايزي تو يوز، اكتر من ده اكيد ايزي، نفس الوقت بورتابل، اقدر اتحرك بيه، بروفايد ماجنيفيكيشن فيو، يقدر يزوم بقى، تمام؟ امال ده بالنيكد اي، ده allows free movement، تمام؟ ان انا اقدر اتحرك بيه، تمام؟ تمام، كل اللي احنا قلناهم دول كانوا بيشتغلوا على الهيرنج، تمام؟ عشان انا يعني اشوف الستراكشر بتاع التيمبانيك ممبرين. امال دلوقتي انا مش هشوف الستراكشر، انا هشوف البريشر، تمام؟ هشوف هشتغل على الضغط. فنستخدم نوع تاني اسمه نيوماتيك اكزامينشن، تمام؟ تمام، هو نفس الاوتوسكوب بتاعي، تمام؟ لكن بحط له رابر بالب كده، بعمل بيها هواء، تمام؟ عشان اعمل اير بريشر على الاير. ليه بعمل كده على التيمبانيك برين؟ عشان اشوف الموبيليتي او الفلكسبيليتي بتاعت الدرام او الترمبانيك ممبرين، اشوف الفلكسبيليتي هل بيتحرك صح ولا لا. في نفس الوقت اقدر استخدمها في الفيستيولا تيست. الفيستيولا تيست دي اشوف لو انا عندي مشكله ما بين الميدل اير والانر اير، لو في بينهم فيستيولا او رابطه، تمام؟ انا بستخدم النيوماريك اكزامينشن، تمام؟ عندي ليه شكلين، الليفت ده بيقول لك هو سيجل سبيولا، تمام؟ والتاني نيوماريك سكوب بس.
هما الاتنين نفس اللي فاتوا، بس انا حطيت لهم رابر بالب كده. تمام، نسأل سؤال مهم جدا الدكتور أكد عليه. أنا ليه ال patient بمسك ال oracle بتاعته وبعملها upward and backward؟ ركزوا، upward and backward ليه؟ عشان أعمل straightening يكونوا كلهم في خط واحد. تمام، إيه هي ال cartilaginous part مع ال bony part؟ ال inner bony part إحنا عرفنا إن ال cartilaginous part بيكون إيه؟ upward backward and medially. أمال بالنسبة لل bony part بيكون إيه؟ downward forward and medially. تمام، فأنا بحاول أعمل straining. تمام تمام جدا. ناخد حاجة بسيطة، لو انا عندي انفنت، لو واحد بيبي هعمل له ايه نتيجة اكزامينشن ازاي؟ الاسيستنت اي حد جايبه العيادة او مساعد عندي اخليه يمسكه بالطريقة دي. تمام، اولا يكون على اللاب بتاعي، يكون على الفخذ. تمام، انيمه على الفخذ بتاعي. تمام، واحط ايدي على دماغه على الهيد. تمام، از هيلد باي ذا هيد، والتانية هيلد في الجسم. تمام، امسكه من هنا ومن هنا. تمام، ال head is held by the assistant hand وال body held by the assistant hand. تمام تمام وبس، وانا اخليه يقعد على الاكزامينيشن تشير يعني. تمام، ال assistant يقعد على الاكزامينيشن تشير ويعمل الحركة دي. تمام تمام طب لو كان child، ال child زيه بالظبط، اخلي الاكزامينيشن تشير ال assistant يقعد عليه وبالظبط، اخليه بقى يمسك ايد ال child. تمام، ياخدها من الابدومن كده ويوديها الناحية التانية. تمام، grasp it against the abdomen، وايه تاني، ياخد الراس. تمام، ويعملها ناحية ال chest. تمام، يمسكها كده ويروحها ناحية ال chest. تمام تمام نفس الوقت قعده على اللاب على حجري. تمام تمام جدا. ان شاء الله كده خلصنا، هنكمل بقى اهم حاجة دلوقتي، وبعدين نرجع للأسئلة ازاي تيجي في الامتحان. تمام، ناخد بقى الاكزامينيشن بتاع الاير ستراكشر والاكزامينيشن بتاع الاير فانكشن. تمام، هنبدا بالاكزامينيشن بتاع الاير فانكشن. ممكن افحص اير ستراكشر ايه؟ الاوراكل، اشوف الاوراكل من بره هل هي صحيحه او لا. تمام، اشوف البري اند بوست ايريك ليجن، لو قبل او بعد الايوريك بتاعتي فيه ليجن عندي او لا. اشوف الاكسترنال اوداتوري كانال درام اللي هو من جوه بقى اللي احنا بنستخدم لها الاوتوسكوب. تمام، نبدا باول حاجه دي اوراكل. تمام، احنا بنعمل ايه في الاكزامينيشن في الاي ان تي؟ بنعمل في الاير بنعمل حاجتين بس، انسبكشن وبالبيشن. تمام، ملناش دعوه بالبركشن والاسكالتيشن، لا احنا بس بنشوف انسبكشن وبالبيشن. انسبكشن ايه مثلا؟ نشوف السايز، نشوف الاذن دي حجمها ايه، هل في بروترودنج، هل طالعه بره ولا هاي، هل في مايكروتيشيا يعني صغيره في الحجم زي دي كده جريد مثلا 3. طبعا مايكروتيشيا دي يعني جريد تقيل شويه. تمام، اشوف الشيب، لو بات، لو طالعه كده شبه الخفاش. تمام، اشوف البوزيشن، لو نازله شويه عن الوجه، بص قدام الانف كده لو نازله كتير، لو سيتد اوركل. تمام تمام، ليجن، اشوف لو في سويلنج، لو في ألسر. الفرونكل دي بتيجي من العدوى في الهير فوليكل. تمام، اكيد في الاكسترنال هير، في الاكسترنال اير بيجي لي بقى عشان في اير فوليكلز. تمام تمام، واعمل بالبتيشن بقى لو عندي ألسر، اشوف المسه كده، اشوفه سوفت ولا سيستيك. تمام، انا عندي هيماتوما، اشوف التندرنس، سواء ان انا اضغط على التريجس، التريجس اللي هو ده الغضروف اللي بيكون هنا وبيقفل لي زي الاكسترنال اير كده. تمام، اضغط عليه كده واشوف هتحمر ولا لا، يا اما اسحب للاوراكل. تمام، او اعمل موفينج للاوراكل عشان اشوف لو في تندرنس. تمام تمام، ناخد اللي بعدها البري والبوست، نفس الكلام. ممكن واحد يكون عنده ساينس. تمام، انسبكشن، اول ما بص الاقي ان في ساينس، في فتحه كده في البري ايوريك ساينس. تمام تمام، اشوف لو في سويلنج، لو في برضه انتفاخ، واشوف لو في تندرنس. تمام، سكار او ساينس. ممكن الاحظ في حاجه اسمها ماستويد ابسس، الاقي في ابسس كده في البوست، يا اما الاقي برضه ساينس بس بيكون انفكتد بقى، انفكتد بري ايوريكس ايه ساينس. تمام، نكمل وناخد اخر واحد. اخر واحد احنا قلنا بنشوفه ازاي؟ بالسبيكيولوم اكزامينشن واحنا قلناهم، واما النيوماريك اكزامينشن واحنا قلناهم برضه. هنعيد الكلام تاني، السبيكيولوميك اكزامينشن تايبس، قلنا الهاند هيلد سبيكيولوم زي ده انا اللي بمسك. تمام، يا اما اتاش تو اوتوسكوب زي دول. تمام، يا اما بقى ايه بقى بالالومينيشن بالاضاءه اللي احنا قلناهم برضو. تمام، الهيد وده اسمه ايه، ده اسمه ريفلكتد لايت صح. تمام، وهنا برضو الاوتوسكوب، وهنا الموتو مايكروسكوب. تمام، احنا قلناهم. تمام، ندخل على اللي بعدها بقى، examination by the handheld speculum. احنا قلناهم وقلنا الطريقة اصلا قبل كده. تمام، احنا بنعمل ايه؟ هي ليها two openings، واحدة نار والتانية وايد شوية وبيكونوا اوفل. تمام، وبتجيلي بأحجام مختلفة، واحنا قلنا ليه؟ عشان كل ما يكبر الحجم كل ما تكون البيست فيو. تمام،
بنستخدم ايه؟ بنعتمد في الاضاءه على ايه؟ على الهيد ميرور اللي هي لسه احنا استخدمناها، او ريفليكتد لايت اللي الدكتور كان بيستخدمها. تمام، بنعتمد على الاضاءه او الاوتو مايكروسكوب. تمام، بعمل ايه بقى؟ بمسك ودن العيان كده وارجعها، قلنا upward and backward صح، ده في الادلت. لو children اعملها backward downward and backward. تمام تمام بس، وادخل بقى السبيكيولم في الاكسترنال اير وبص. تمام، الميثود بتاعت الاوتوسكوب، احنا خلاص نقلنا من هاند هيلد سبيكيولوم للاوتوسكوب، واحنا قلناها شوف الدكتور ماسك القلم، ماسك البتاع كأنه قلم زي لاكابين. تمام، شوفوا برضو straightening the auricle، بصوا ماسك الأذن ومرجعها ورا ازاي. تمام، ومدخل برضو السبيكيولم في gently في الاكسترنال اير. تمام، في الكارتينشوس بارت. تمام، عذرا ايه الادفانتجز بتاعت الاوتوسكوب؟ قلناها مليون الف مره، بورتبل ولو في موفمنت وبيعمل ماجنيفيكيشن احسن وايزي تو يوز. تمام، disadvantages ليه وحش؟ ليه وحش؟ هو لينس واحده، بصوا دي اللينس، فبيعمل لي مونوكيولار فيجن، يعني انا لازم اغمض عين وابص من العين التانية. تمام، ومش فري هاندز، انا لازم استخدم ايديا صح، دي حاجه وحشه برضو. وجيف امبروبر ديبث اوف ذا فيجوال فيلد، مش هيديني دقيق، حاجات دقيقه بالنسبه للفيجوال فيلد. تمام تمام، ناخد اخر واحده الاوتو مايكروسكوب، طبعا قلناه ده البيست ميثود ليه؟ لان هو جود الومينيشن وبوث هاندز صح، قلناها، وبيديني الباينيكولار فيجن، اقدر ابص بالاثنين عيون وماجنيفايد فيو. تمام، ديس ادفانتجز زي اي حاجه اكسبنسيف وبتاخد مساحه سبيس اوكيباينج. تمام تمام، ايه هو الفيجوال ستراكشرز بتاعتي لما انا ابص في ودن العين؟ هشوف ايه؟ هشوف الاكسترنال اوداتوري كانال. تمام، واحنا عارفينها، وهشوف ايه؟ التيمبانيك ممبرين بقى، التيمبانيك ممبرين الهيلثي التيمبانيك ممبرين بيوريني شويه حاجات، بيوريني ذا هاندل اوف ماليتس، دي نوع من العظم في الاذن. تمام، ذا كون لايت هو ده، واحنا هنشوفهم دلوقتي، والانتيرور بوستيرور مالكيولار فولد. تمام، الانتيرور بوستيرور اللي بيقسموا لي ما بين البارس تنسا وبين البارس تنسا سوري والبارس فلاسيتا. تمام تمام، هنشوفها دلوقتي، نعرف ازاي ان هي رايت او ليفت من الكون. نشوف لو هو ديفييتد ناحيه الليفت خلاص تبقى دي ليفت، لو ديفييتد ناحيه رايت تبقى دي ايه رايت. تمام، الهيلثي بقى والنورمال تيمبانيك ممبرين، طبعا دي تيجي في العملي ويشيلوا ويقولوا لنا ايه اللي مكتوب. تمام تمام، الهاندل اوف ماليتس، الهاندل او الستيم بتاعها. تمام، وعنده ايه؟ عنده بروسيس كده، لاترال بروسيس اوف الماليس. تمام، دي ايه؟ قلنا البارس فلاسيدا ودي البارس تنسا. تمام، ده البوستيرور وده الانتيرور وده الكون فلايت. تمام، دي بتيجي من انعكاس الضوء، انعكاس الضوء اللي انا مسلطه على الاذن. تمام تمام، دي نفس الصوره بالظبط، ممكن يجيبوها ويشيلوا حاجه ويقولوا لنا ايه هي. تمام اوكي، ننقل على النيوماريك اكزامينيشن. تمام، اللي هي بالرابر بالب وبالبدا، اتكلمنا عنهم مره، هما بيكونوا ايه؟ فالفلس، يعني فالفلس. تمام، ما يكونش فيهم فالف، انا مجرد بضغط كده مفيش فالف ان انا افتحه واقفله. تمام تمام اوكي، بنوديها فين؟ للهيد، بنعمل لها اتشمنت في الهيد بتاعت الاوتوسكوب. تمام تمام، الانديكيشن انا ليه بستخدمها؟ عشان تعمل لي الموبيلتي قلنا، وفي ايه؟ في فيستيبيول تيست. تمام، التكنيك نعمله ازاي بقى؟ ادخل ده في في العيان ودن العيان. تمام، السبيكيولوم ادخله في ودن العيان، وفي نفس الوقت اعمل ايه؟ اضغط ضغطه باليد التانية بالاذر هاند، اعمل كومبريس بس، اشوف بقى ده اير كومبريس يا اما بريشر، فاشوف بقى التم يعني الفلكسبيليتي بتاعتها. تمام، الريزلت هشوف بقى التمبانيك ممبرين موفز ان اند اوت هيلثي ولا لا. تمام، بتغير البريشر وبس. وان بوزيتيف، لو انا عندي فيستيبيولا تيست بوزيتيف، هشوف ان الفيستيبيولا between the middle and the inner ear the patient feels vertigo and nystagmus، يعني لو انا عملتها في ودن العين وهو عنده فيستيبيولا، لو طلع لي ان هو بوزيتيف هلاقي ان عنده فيرتيجو، هلاقي دايخ وعنده نستجمس، هلاقي يعني عمال يتحرك يمين وشمال دايخ يعني. تمام تمام، الحمد لله خلصنا اول حاجه، ناخد الاير فانكشن. تمام، هنعمل اكزامينشن الاير فانكشن عن طريق حاجتين، يا اما الهيرنج يا اما الاكويليبريم التوازن، يا اما الهيرنج السمع، كل واحد ليه تيستين وسهلين جدا. تمام، اول واحد الكلينيكال اكزامينشن اوف هيرنج، اول واحد السبيتش تيست، اكلم المريض اللي قدامي، اقفل ود. تمام، بان انا اضغط على التريجس واقفلها بس، واتكلم من الودن التانية، يا اما ويسبر يعني اتكلم بصوت واطي كده واشوفه سمعني ولا لا، لو ما سمعنيش يبقى مايلد هيرنج لوس.
لو conversational يعني بصوتي العادي اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، لو ما سمعنيش يبقى moderate hearing loss. لو loud voice و if fails، لو ما سمعنيش خالص يبقى ده severe hearing loss. تمام، طبعا كل ودن بنقيسها لوحدها، تمام، each cyst separately. وال ear احنا بنعملها masked بالتريكس، بمسك التريكس وادخلها جوه. تمام، ال hearing برضه بنعمل tuning fork tests، واحنا خدناهم، وطبعا دول الدكتور يعني أكد عليهم جدا. هي ايه ستانلس ستيل، وعندها ستيم وعندها بيز، وبتعمل لي فريكوانسي من حوالي 56 ل 25. تمام، وقبل ما استخدمها لازم اضربها في الالبو او البلاتيلا. تمام، ايه هي التست بتاعتها؟ احنا خدناهم الريني والويبر، تمام، وشوبك. اوكي، يعني شوبك دي احسن حاجه بحبها اصلا. هناخد ايه؟ الريني والويبر، تمام، مهمين وسهلين برضو. ناخد الريني تيست. انا بعمل ايه؟ بعمل كومباريزن بين البون كوندكشن والاير كوندكشن. البون كوندكشن اللي هو بيجيلي من الكوليكا نفسها، من الانر اير، تمام، ما بيكونش فيه ماجنيفيكيشن، هو اهتزاز البون. تمام. الاير كونديشن لا، ده بيكون ماجنيفايد، بيدخل الاول على الاكسترنال اير، بعدين الميدل اير، بعدين يروح على الكونيكا. تمام. في الطبيعي النورمال اير بتديني الاير كونديشنر كوندكشن بيكون بيتر ذان البون كوندكشن، تمام، الاي سي احسن من البي سي، ده نورمالي. ساعتها يكون الراين تيست بوزيتيف، تمام، يكون بوزيتيف خلاص، الاي سي اكبر من البي سي. تمام، هل من ينفع يديني نيجاتيف؟ اه، عندنا في الكوندكتيف ديفنس. كوندكتيف على طول اول ما تسمع كوندكتيف ده معناه ان الاير كونديشن كوندكشن مش شغال معايا، وان البوني اكبر، يبقى البي سي البوني اكبر من الاير. تمام، على طول اول ما تسمع السي دي كوندكتيف ديفنس. تمام، ساوند ليه؟ عشان الكوليكا ماشي، عشان الصوت بيدخل عن طريق الكوليكا. تمام، ومفيش ماجنيفيكيشن ولا اي اير كوندكشن. تمام، فبس فعشان كده احنا بنقول البون كونديشن اكتر ايه من الاير كوندكشن. مش ليه عمال اقول كونديشن، ما علينا. المهم في حاجه تانية، ال ان اس اسمها اس ان اتش، ماشي، سنسور نيورال هيرنج لوس. دي بتيجي بقى من النيورون نفسه، تمام، نيورال باثوي او الكولكا هي اللي بايظه. دي اللي بيحصل، الاير كوندكشن عندي صحيح، لكن هو بيروح اصلا يروح للكونكا، فالكونكا هي اللي بايظه. فالاتنين بيحصل لي ريديوسد، تمام، بتكون اسمها ريديوسد ريني بوزيتيف. هي بوزيتيف، ايوه، الاي سي اكبر من البي سي لان الكونكا بايظه اصلا عندها ديفكت، لكن هما الاتنين بيكونوا ريديوسد. تمام، اوكي، فهمناها جدا. ناخد اللي بعدها اللي ويبر تيست، صح؟ تمام، ويبر تيست احنا عارفين بقى بنعمل ايه، البون كوندكشن في البوث ايرز. اللي قبله كان ان اير واحده بس، تمام، اللي قبله كانت ان ذا سيم اير. تمام، بعمل البون والاير في ان ذا سيم اير، امال هنا انا بعمل بون بس في البوث ايرز. تمام، ودي بقى انا بحطها على العيان. التانية كانت بعتمد على الاير كوندكشن شويه، بس هنا لا، انا بعتمد على العيان، فبحطها على دماغ العيان في بق العيان كده. تمام. في النورمال هيرينج او السنترال، اسمه سنترال ويبر، sound transmitted equally، فهيسمع الاتنين نفس بعض، هيقول والله انا سمعت الصوت في عين في الشمال زي اليمين. تمام، لو انا عندي unilateral conductive deafness، قلنا conductive يعني يسمع اكتر، يبقى الودن الديزيست هي اللي هتسمع اكتر، يبقى الويبر lateral يعني ماشي ناحية ايه، الكوندكتيف ديفنس. تمام، مش هيقول لي والله ده انا سمعت مثلا في الشمال احسن، يبقى so sound is heard better by the ear having conductive deafness. تمام، والعكس بقى، لو انا عندي sinusonial neural deafness، تمام، يبقى النورمال ear هي اللي هتسمع احسن، sound is heard better by the normal ear. تمام جدا. ناخد بقى اخر حاجة examination of equilibrium. equilibrium يعني التوازن، هعملهم ازاي؟ حاجة بصرية، اما حاجة بالبوستر، حاجة زي الحركة او كده. تمام، نبدأ بالاوكيولر. انا عايز اشوف البيشنت ده يعني الاكوليربيوم او الفيستيبولر بارت بتاع الاير شغال ولا لا. تمام، هختبره للنستجمس. نستجمس يعني حركة العين الكتيرة او الفيرتيجو يعني. تمام، هعمل له دايركت اوبزرفيشن باي نيكد اي، افضل ابص على عيني كده، وهلبسه ايه؟ هلبسه فرينزل جلاسز. فرينزل جلاسز زي ما انتم شايفين مكبرة عين العين، شوفوا قد ايه. تمام، ليه اكبرها؟ عشان to magnify his eyes، اشوف عينيه وتكون واضحه، في نفس الوقت اشيل الفيجوال فيكسيشن، عشان انا ما افضلش يعني افضل احاول ابص على عينيه او افضل باصص في عينيه، لا هي يعني ماجنيفايد، فانا اقدر ابص والاحظ وكده. تمام،
اللي بعدها بقى البوستشرال اكويليبريم. تمام، افتكروا اسم التيست ده عشان حلو، اسمه ستيبنج تيست. ستيبنج تيست دي ببساطة انا بقعد العيان بوقفه كده واقول له مدد ايديك وقف زي التمارين، واقول له ارفع رجلك الشمال بعدين نزلها وارفع رجلك اليمين. تمام، وانت قافل عينيك، يقفل عينيه ويقدم ايديه ويرفع، يفضل يبدل ما بينهم يجي حوالي 50 مرة. انا هشوفه بقى، اهم حاجه الاوضه تكون صامته عشان ما يعرفش مكانه فين، ما يعرفش الاورينتيشن بتاعته فين في المحيط اللي هو فيه. تمام، انا هوقفه دلوقتي واقول له اعمل الحركه دي، هشوفه هو بقى حود يمين او شمال درجه قد ايه. تمام، هلاقيه عمل روتيشن قد ايه. النورمال بيبل بتعمل لي نورمالي بيشنت ما بتعديش ال 45 درجه. تمام، ممكن يلف، اه هلاقيه لف بس ناحيه اليمين شويه كده 30 درجه. تمام، لو عنده بقى يعني vestibular dysfunction خلاص الاقيه لف اكتر من 45. تمام، دي حاجه وحشه جدا. تمام كده احنا خلصنا، بس عشان اسئله العملي وباقي الداتا، الاسئله هتيجي ازاي يعني. تمام، لازم نعرف الحاجات دي. دول ايه؟ دي ايه؟ دي تيونينج فورك، واحنا قلنا بتستخدم في ايه، واهم حاجه الدكتور اكد عليها التيستس. تمام، اكتب اسامي مثلا تيستين. تمام، ده جهاز احنا بنستخدمه، افتكروه كده لونه احمر. تمام، اسمه بيورتون اوديوميتر. تمام، بستخدمه في ايه؟ احدد الديجري بتاع الهيرنج لوس، مايلد مودريت او سيفير. تمام، في نفس الوقت احدد ايه التايب بتاع الهيرنج لوس، كوندكتيف ديفنس ولا السنسور نيورال ايه. تمام، والميكس. تمام، ايه دي؟ لو جاب لي دي كده، دي ايه مكتوب normal mild ما اعرفش ايه، دي degree of hearing loss. تمام، ال degree بتاعت ال hearing loss. لو احنا لقينا دي بقى كده مديلي ال hearing يعني ال conductive hearing و ال air conduction، تمام، مديني الاتنين هما الاتنين equal، خلاص يبقى دي this audiogram shows normal hearing ده normal healing، لان هما الاتنين equally. تمام، نكمل. جاب لي صورة البيبي ده. تمام، البيبي ده يقول لي ايه؟ دي مورو ريفلكس، بنلاحظها كتير في الاطفال. البيبي لأقل من 6 months مجرد اللاود ساوند اشعار على الموبايل هتلاقيه اضطرب كده. تمام، اللي احنا بنقولها اضطرب، اصلا اسمها ستارلد ريفلكس في الانجليزي. ستارتل دي معناها يطرب او يخوف او يفاجئ. تمام، يبقى اسمه مورو ريفلكس. تمام، بتحصل على اساس ان هي جيرك. اوكي جدا، ناخد حاجه جميله جدا اسمه بوزيشنال تيست. افتكروا احنا خدنا الستيبنج تيست، ده البوزيشنال تيست. تمام، بوزيشنال تيست انا بقعد العيان في وضعيه معينه وبس، وبعد نص ساعه او كده احرك العيان ده اشوفه لو جاله فيرتيجو او لا. تمام، بستخدمه لمرض واحد، البوزيشنال تيست. افتكروا بوزيشنال تيست بستخدمه لمرض واحد، للبي بي في، بي 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 في. تمام، بتحصل من ايه دي؟ بتحصل يعني انا لما انا بقعد العيان على جنب معين وراسه اهو برفعها فوق، بعد نص ساعة اروح انا مرجعه الاقيه جاله vertigo nystagmus. تمام، جات له ليه؟ عشان ال inner الكولكا. تمام، الكولكا بيكون فيها ال calcium stones، بيجيلي كده calcium stones. تمام، بتنزل ايه في الفلويد بتاعي، وبتنزل من الفلويد لل inner ear، فخلاص ده يعتبر زي stimulation، فالجسم بيحسب ان هو حصل له روتيشن، بس هو ما حصلوش روتيشن، هو كل ده من الكالسيوم ستونز. تمام، بس فالجسم بيحسب ان هو حصل له روتيشن وما حصلوش روتيشن اصلا. تمام، نكمل ناخد اللي بعدها. هو مديني اهو بيقول لي الاير كوندكشن هو اللي تحت والبون، خلاص البون هو اللي فوق، طالما البون اكبر يبقى على طول ايه كوندكتيف ديفنس. تمام، في الليفت اير، احنا كلنا ايه في الليفت اير. تمام، نكمل. ده ايه ده؟ احنا كده ده conductive hearing loss. ليه؟ عشان نفس الكلام البون conduction اكبر من الاير او الاير conduction. تمام، نكمل. ده كده ايه؟ اوه ده باين اوي ان هو ايه mixed، صح؟ الاتنين mixed والاتنين حصل لهم reduced كده. تمام، يبقى ده mixed mixed conductive and sensory hearing loss. تمام جدا. تمام، نكمل. ده ايه؟ ده حصل اهو reduced في الاير في البون كوندكشن، وفي نفس الوقت حصل برضو في الاير، هما الاتنين عمالين يقلوا، يبقى هما ميكس ديفنس. تمام، نكمل. ده ايه بقى؟ بصوا سيفير، باين اوي ان هو قل كتير جدا، ده سيفير وايه سنسور نيورال هيرينج لوس. تمام، سيفير سنسور نيورال هيرينج لوس. تمام، نيجي لسؤال. بيقولك واحد عنده 35 سنة وجاي يشتكي ان هو عنده تينيتس. تينيتس يعني طنين، طنين يعني اي حد عنده hearing loss بيشتكي من الطنين. تمام، وراح للرايت ear في الرايت ear. تمام، وعنده vertigo. تمام،
شفنا الـ speech discrimination scores الـ 84 ودي ب 100، تمام 184. comment on the tapering loss، يعني الـ patient ده جايلي عنده ايه؟ طالما في الـ right ear وفي نفس الوقت هو في الـ ear discrimination يعني مش سامعني حلوة قوي، يبقى خلاص يبقى عنده right sensorineural ايه hearing loss، تمام affecting lower tones، تمام left normal hearing عنده ال normal hearing في اللفت، ما احنا قلنا 100% ودي 84، يبقى الرايت مش سامعة قوي، يبقى عنده hearing loss، تمام. one possible etiology الدكتور جاب لنا ال Meniere's disease، يعني ماشي عرفوه خلاص يعني، تمام. ناخد ال tympanometry، تمام تمام دي انا بقيس بقى، تمام ال air pressure لما يطلع لي air pressure لما انا استخدم ويجي على التمبانيك برين يطلع لي جراف، الجراف بقى ارسمه ويكون اسمه تمبانوجرام، تمام تمام ده التايب ايه، ده نورمال اسمه تايب ايه، تمام لازم نحفظه بالتايب ايه. في واحد تايب بي وده اب نورمال، بيكون شكله ازاي؟ بيكون كده واسمه تايب بي، بيكون ايه السبب؟ بيكون سكريتوري اوتيتس ميديا، بيكون عنده سكريتوري اوتيتس ميديا التهاب في الاذن الوسطى، بيكون سابيوريتيف بيكون زي في انفكشن كده، تمام او بابلز. اوكي التايب سي ده مهم، بيجي في ال يوتيشيان تيوب ايه dysfunction، تمام تمام نيجي اللي بعده ده تايب اي دي سكلير ايه discontinuity، تمام اسمه تايب اي دي، تمام شوفوا الكومبلينس كبير جدا او الماجنيتيود كبير جدا ازاي، والبريجر برضو زاد المفروض من 100 لـ 100 او من 200 لـ 200، تمام. اللي بعدها بقى هي اهم حاجة تايب اي اس، تمام شوفوا البريجر نورمال مال ماجنتيتيود او الكومبلاينس قليل قوي. دي ايه؟ دي اوستيوسكلروسيس يعني تصلب، عنده تصلب بقى اوتوسكلروسيس، تمام تمام هيجي لنا في الامتحان يقول لي this graph is known as، تمام لو ده مثلا اقول ايه known as a normal tympanogram type A، تمام diagnostic of A، لو واحد من الامراض دي هقول بقى diagnostic of اي واحدة من دول، تمام تمام لازم نعرفهم ونحفظهم، تمام. من كام اهو واحدة عندها 30 سنة جات لي وانا قستلها وطلع لي كده عندها ايه، عندها تيمبانوجرام بيقول لنا ان هي عندها تايب اي اس، تمام عشان الكومبلاينس قليل اوي او نورمال بريشر بس ديكريس كومبلاينس ايتولوجي اوستيوسكلروسيس، اوستيوسكلروسيس نحفظهم، تمام تمام نكمل. ودي احنا خدناها في الاناتومي التريجس والانتي هيليكس والهيليكس، تمام ممكن يشيلوا حاجة يقول لنا ايه دي بس يعني غريبة شوية بس عادي. اوكي النورمال تمبانيك ميمبرين عدنا وزدنا فيه بتكون من ايه؟ قلنا الهاندل، تمام والبروسيس، وهنا البارس فلاسيدا بارس تنسا، وهنا الكون، تمام متنسوش الفولد، تمام ايه البوستيرير والانتيرير ماليس فولد، تمام. سؤالين برضو بيقول لك انهي بون من دول هم انكلودد في الاوستيروسكلروسيس؟ اوتوسكلروسيس احنا بنستخدم اصغر واحده يبقى الاستابز رقم 3، تمام هي اللي لازقه في التمبانيك ميمبرين على طول، تمام تمام رقم 3. بيقول لك the handle of the bone number A بيعمل لنا foreshortened of the drum blah blah blah، foreshortened of the drum هي واحد، تمام اللي هي الماليتس اللي احنا بنتكلم عليها الماليس، تمام تمام. شوية بقى حاجات للعملي، تمام هيجيب لنا الصورة دي دي ايه دي بات اير ليه عشان كبيرة شوية، تمام طبعا كل الحاجات دي congenital congenital defect، تمام ما نقدرش نتحكم فيها. دي ايه دي accessory اوراكل، تمام كأنها اوراكل تانية بس اكسسوري ملحقة، تمام دي بايفيد ايه لوبيول عنده البيول اهو منقسم 2، تمام تمام كل ده حاجات جينيتال اعذروني، تمام. المايكروتيشيا بقى مايكروتيشيا دي مايكروتيشيا طبعا دي وحشة قوي، دي جريد مثلا 3، تمام وحشة يعني مش باينة وصغيرة قوي الاذن، وعندها اتريشيا كمان عندها ضيق في الاكسترنال اوديتوري كانال، شوفوا صغيرة قد ايه، تمام. investigation الاقي ايه؟ الاقي سي تي سكان اوف temporal bone hematological evaluation radiological evaluation، تمام اوكي. treatment نعمل plastic surgery، لو انا عايز اعمل treatment ليها اعمل plastic surgery، تمام اوكي تمام. ال atresia of the external auditory canal بصوا مفيش اصلا external auditory canal، بصوا atresia ضيق ازاي مش باينة اصلا، هي باينة؟ لا treatment بالميتوبلاستي، ميتوبلاستي دي عملية جراحية، تمام بروح افتح بقى افتح الاذن واعمل فيها external auditory canal، تمام اوسع لو في هول اوسعها، تمام اسمها ميتوبلاستي، تمام
شوفوا اللي جاية دي بقت ear قبل وبعد العملية، تمام؟ شوفوا كانت كبيرة ازاي وبعد العملية بقت صغيرة، جميلة. طيب ناخد اللي بعدها برضو microtia، بس شوفوا دي grade 1 مثلا، واضحة اهي ما عندهاش اتريشيا في الكنال، صح؟ تمام دي حلوة، دي microtia. تمام ناخد اللي بعدها، ده ايه؟ ده الساينس بقى، او البريوراكولار ساينس، في فتحة هنا كده، تمام نقطة. تمام تمام اللي بعدها دي نفسها بالظبط بس فيها بس بقى infected، تمام infected preauricular sinus. أعمل investigation ازاي بالكالتشر؟ ايه sensitivity of the discharge؟ شوف هو بيطلع لي discharge قد ايه ما أعمله culture. تمام treatment أكيد antibiotic analgesic حاجة مسكنة و antibiotic مخفضة الحرارة. incision of the drainage، أشيل بقى البص اللي جوه، يا إما excision. excision يعني أروح أشيلها بقى، تمام أعمل لها يعني اطلعها زي كنات يومر. تمام اللي بعدها الفورين بودي، باين قوي لو في حاجه دخلت الاذن اكيد فورين. تمام تمام فورين بودي ان ذا اكسترنال اوديتوري كانال، لازم طبعا قبل ما اشيل اي حاجه دخلت الاذن اموتها بالاويل او الكحول الاول، تمام بعدين اشيلها. تمام ناخد اللي بعدها السيرمين، سيريامين، سيريامين امباكشن، باكشن يعني تصلب، سيريامين اللي هو الواكس، تصلب اذن الاذن. تمام ممكن يحصل للواكس جوه الاذن اصلا، يحصل له هارد، لو حصل له هارد ممكن لو صلب يعني ممكن الينه بالجلايسين الاول او بكربونات بعدين اشيله. تمام هنشيل الاير واكس ده ازاي، او الاكستنسيف اير واكس بالوش او بالانسترومنتس. تمام تمام زي ايه مثلا؟ يجي يقول لي اهو a brownish mass is in the external canal، ايه دي؟ اقول له wax accumulation يا اما sermon impaction. تمام ايه هي السيمتومز؟ السيمتومز الراجل بيجي لي بايرنج خاص على طول مش سامع قوي، وتينيتس اي حاجه لزقوا فيها تينيتس. تمام تمام بيجي بطنين الاذن. تمام نكمل اوراكل هيماتوما، هيماتوما بقى شوفوا يا دي هيماتوما فعلا. اوكي طيب زي دي برضو يا كبيره قوي، استغفر الله كانه زي تيومر كده. تمام كومبليكيشن بتعمل لي ايه الهيماتوما؟ بتعمل لي بريكوردرايتس، تمام التهاب في الأغلفة بتاعت الغضاريف، تمام اللي في الأذن، هي أصلا حاجة كبيرة، هي عاملة لي التهاب. تمام يا إما تعمل لي cauliflower ear يعني شبه الأرنبيط، الأذن بتكون شبه الأرنبيط بالظبط، تمام زي ده أهو الأذن شبه الأرنبيط. أوكي تمام إيه دي؟ دي هتجيلي هنقول إيه دي؟ cauliflower ear وإيه complications بتاعتها؟ هيماتوما والبريكوندرايتس. تمام تمام نكمل كوندروما of the auricle، دي عندي كوندروم، عندي برضو زي تروما كده تيومر في الأذن. تمام كواليفاير اير وهي سوليد، حاجة سوليد وهاردر، could not be compressed، تمام بتكون أكتر من الهيماتوما. تمام الكولويد، الكولويد دي بتكون حاجة في الجلد، ده مرض جلدي، تمام بتيجي من الانجريز لما الجسم يعني يتخبط هنا أو يتعور ويجي يكون خلايا تاني فبتبوظ ويعمل لنا كيلويد. تمام عرفوا الشكل بالاسم. هنا بقى دي سيست، تمام دي سيست ليه؟ عشان يقول لك واحدة جاية عندها سويلينج وعندها فلكتيونت ماس ريبريزنتد و I am required incision، احنا كنا عايزين incision للدخل جراحيا و drainage فأكيد بص يعني فسيست. تمام infected sebaceous cyst. تمام نكمل دي ايه؟ دي بقى البريكوندرايتس. تمام شوفوا التهاب ازاي وفي abscess formation كمان. تمام دول اللي احنا حافظينهم بقى، تمام سكويموس سيل كارسينوما وبيزل سيل كارسينوما، واحنا بقى حافظينهم هما الاثنين نكريتيك فلور، وهنا ايه انفيرتد ايدجز وهنا ايه انفيرتد ايدجز، واحنا عارفينهم بقى وانديوسد بيز وكل ده. تمام تمام نكام. تمام لو جه قال لي واحده عندها فيشيال نيرف، تمام باراليسيس في الرايت وعندها رابشن، دي ايه؟ رمزي، افتكر على طول رمزي، ماشي واحده اسمها رمزي رمزي هانت سندروم. تمام تمام عنده رابشر في الكونكا ما تتكسر كده. تمام نكمل ناخد اللي بعدها او الفرانكيولوسيس، فرانكيولوسيس يعني التهاب بيجي من الفوليكل، من الهير فوليكل. تمام تمام طبعا هيجي في الاكسترنال اير، هي اللي جواها الهير فوليكل، صح؟ تمام بس دي لو جات لي نقول فرانكيولوسيس او الاكسترنال اوديتوري كانال. تمام سهل جدا نكمل. اوكي اللي بعدها بيقول اه ده باين قوي ان هي فانجس، صح؟ تمام فطر، يبقى ده الاوتومايكوسيس. اوتومايكوسيس عندي انفكشن بس فانجل انفكشن في الرايت اهو. تمام عندي وايتش ماس فيلينج وذ اكسترنال، فيلينج ذا اكسترنال كانال، وايت ماس دي ايه؟ نوع الفانجس،
كانديدا البيكنس، تمام. امال البلاك ده وعنده سبورز ده بيكون الاسبرجاس نايجر، تمام. البيشنت بيجي لي بيطلب ايه؟ هو بيقول لي انا عندي، بيقول لي انا عندي اتشنج، عنده حكه، تمام، عايز يهرش في ودانه، تمام. نكمل الاوتومايكوسيس اهي، تمام. شوفوا الفنجس عامله ايه جوه الاذن، تمام. نكمل اكسوستوسيس، اكسوستوسيس يعني التصلب او التعظم، بتيجي من الاوفر جروث من البونز بتاعت الاذن، تمام. تمام نكمل تروماتيك درام بروفريشن، اعوذ بالله، دي بقى حصل بروفريشن، في فتحه في الدرام، تمام. طبعا دي حاجه وحشه جدا، ودي حاجه مستعصيه لازم نعمل لها مانداتوري السيرجيكال تريتمنت، مانداتوري يعني حاجه اساسيه في السيرجيكال، لازم ندخله الجراحه دلوقتي، تمام. تمام اوكي. بنستخدم انتيبيوتيك اير دروبس عشان اي انفكشن، وما استخدمش الكونسرفاتيف تريتمنت، تمام. ما اروحش اتكلم على العيان واقول له خلي بالك من ودنك ما تسمعش ايه، لا مش مجديه اصلا. استنى 3 مانثز، لو ما تعافاش يبقى خلاص لازم تدخل جراحي، تمام. تمام نتكمل، تمام. دي ريتراكتد، شوفوا كده، شوفوا الاير درام داخله جوه ازاي، انا ازاي شايف الهاندل بالدرجه دي وشايف البروسيس ده كده، خلاص ريتراكتد تيمبانيك ميمبرين، تمام. تمام ايه الساينس؟ بيجي برومننت يعني باينه لاترال بروسيس اهو، وبيجي فور shortened handle of malleus، تمام. تمام with disorder of the cone، اه شوفوا الكون اوف لايت مش مثلث زي ما احنا متعودين، تمام. يبقى كده على طول عندي retracted tympanic membrane، تمام. نكمل ناخد الهايبريميك tympanic membrane، في احتقان هنا، شوفوا انا شايف كمية الدم اللي ماشية، عندي هايبريميا، تمام، في ال periphery of the tympanic membrane، تمام. يعني دي لو جاتلي اقول هايبريميك tympanic membrane، تمام. نكمل دي بقى ايه؟ دي عكس اللي قبلها الريتراكتد، تمام. الريتراكتد دي لا بالجينج بقى طلع لي بره، طبعا دي بنحلها ايه بالمايكرونيشيتومي، برضو بفتح وبعمل انا العمليه، تمام. تمام دي بالجينج وبعمل لها بالمايكرونيشيتومي، تمام، مايكرونيشيتومي، تمام. اوكي في الاطفال الممبرين بتاعهم بيكون ثيكر شويه، بيكون متماسك، فانا مش خايف عليهم انه يحصل له بالجينج، تمام. اما لو واحد حاسس ان في persistent pain وفيفر خلاص يروح يعمل المايكرونيشيتومي دي على طول، تمام. تمام اوكي نكمل، لو واحد عنده فيشيال نيرف برضو ايه رايت لور موتور نيورون فيشيال باراليسيس، تمام. ما هو واحد اهو الست دي اللي جه قال له رايت لور موتور نيورون فيشيال باراليسيس، تمام. ناخد التست اللي بعدها الشيمرز تيست، يا اما سكيرم تيست، تمام، سكيرمرز تيست، يا اما سكيرم، المهم دي احنا بنحدد فيه ايه؟ بنحدد فيه التيرز، تمام. انا عايز اشوف هل العين، العيان اللي قدامي دراي ولا لا. البرنسبل، البرنسبل يعني بنعمل ايه؟ بناخد البيبر ستريبس، تمام، بيبر ستريبس او نحطها في عين العيان بس، واسيبه 5 دقايق اشوف البيبر ستريب ده الورقه دي اتبلت لغايه فين، تمام، هنا او هنا او هنا، تمام. مع الاساس اقدر اعرف هل عين المريض دراي اوت ولا لا. يبقى significant when ايه؟ when the eye is dry، اما عندي dry eyes، وبتوضح لي ايه لو واحد يعني العين بتاعته عندها dry، بتوضح لي ان في lesion of the facial nerve، صح، تمام. نكمل tympanic sclerosis يعني التصلب، التصلب في برضو التيمبانيك ميمبرين، بتيجي من السكارز لما واحد يتخدش او كده ويتعافى بتعمل له tympanic sclerosis، تمام، افتكروها، تمام، سكار اهي وسكار، تمام. تمام نكمل بالسنترال درام بروفريشن، نفسها في بروفريشن اهو سنترال في النص، تمام. في ايه مودريت بقى؟ مودريت سنترال بروفريشن، المودريت بيوضح لي بروفريشن فاتحه هي برضه بتوضح لي في هايبريميا هنا في الميدل اير وعندي يلوش ديسشارج، تمام. وبفور ما اعمل العمليه دي، تمام، المينيروبلاستي دي لازم ادي ايه انفكشن، لازم ادي يعني انتيبيوتيك، تمام. في برضو عندنا perforation في الاتيك، اتيك يعني العلية كده، تمام. وعندنا ايه اكتر؟ عندنا الكوليستيتوما، كوليستيتوما يعني تجمع من الخلية كده، تمام، هي دي لو شغلك عليها نقول كوليستيتوما، تمام. نكمل دي باين قوي عليها ان هي ايه يعني suppurative وايه وسايتس ميديا، تمام، chronic suppurative sites media في granulation tissue، تمام، بس مش عايزين حاجة تانية. نكمل ناخد دي بصوا يعني الدرام ثنة دي تمبانيك مبين، بصوا ثنة دي لدرجة ان انا شايف الهاندل وشايف البروسيس ده زي ايه ريتراكتد، بس ده اوحش، اوحش منه بكتير الاتيلاكتيك ايه اير، تمام، اتيلاكتاتيك اير،
تمام، بتكون الدراما ثينة قوي وشوفوا باين كل حاجة. تمام، نكمل. secretory otitis media with air bubbles، أكيد في bubbles أهو، وهي secretory otitis media. تمام، عنده otitis media وهي secretory نوعها عشان في bubbles أو في vesicles أهي vesicles. تمام، نكمل. ناخد بقى دي عبارة عن اسمها تي تيوب، يا إما الجرومت تيوب. تمام، بنحطها فين؟ أهم حاجة نحطها فين؟ في الأنتيريور inferior، anterior inferior part of the tympanic membrane. تمام، بنحطها ليه؟ عشان احنا خايفين على الميدل اير ان يحصل لها infection او يحصل لها fluid، ان الفلويد يمشي من الميدل اير من التمبانيك ميمبرين للميدل اير. تمام، فانا بحاول اخلي فيه تهويه دايما للميدل اير. تمام، عشان الواحد يسمع. تمام، اسمها ايه دي؟ اسمها الجرومت تيوب، بتتحط anterior inferior في التمبانيك ميمبرين. والبيشنت ده عنده ايه؟ عنده سكريتوري، احنا قلنا هي سكريتوري تايتس ميديا، فانا بخاف الفلويد يمشي من التمبانيك ميمبرين للميدل اير، فانا بخليها اعمل لها تهويه. تمام، تمام، نكمل. هي اسمها تي تيوب. تمام، تي تيوب يا اما الجوملت تيوب دي. تمام، جوملت تيوب. تمام، ده واحد اهو، بصوا ودنه بوشت انتيريرلي اند انفيريرلي، اكيد عنده بوست صح، بوست ايريك اي ماستويد ابسس. تمام، باينه اوي. اوكي، نكمل. دي واحدة نايمة عندها ايه؟ عندها بيزولد ابسس. تمام، لو الصورة دي جاتلي دي عندها ايه المانيفستيشن؟ بيزولد ابسس. تمام، ناخد من الحاجات قربنا خلاص. دي فيستيول، خلاص فيستيول ما بين الماستويد اير اللي هو ورا هنا والبوست ايركل. تمام، طبعا دي حاجة وحشة اوي. تمام، ناخد شوية ساينز جميلة. تمام، الجلوميس تمبانيك الأول. تمام، ناخد التيومرز، خلاص أنا كده وصلت للتيومر، للإير درام تيومر. تمام، اسمه الجلوميس تيمبانيوم. الإيرليست سيمتوم أوف ذيس ديزيز، أنتوا قلتلكوا إيه؟ أي حاجة سيمتوم تينيتس. تمام، التينيتس على طول الطنين. تمام، بلسيتنج تينيتس. تمام، تمام، نفسهم بس بالظبط الجلوميس تيومر أهو. تمام، تيومر أو جلوميس تيومر. تمام، ناخد بقى شوية ساينز جميلة جدا وهتعجبكم. تمام، أول ساين اسمها كيرنج ساين. تمام، دي أنا بقعد العيان وبفرد، بعمل فليكشن للهيب وبعمل فليكشن للني، بعدين امسك من عند الني واحاول اعمل لها اكستنشن، ارفع رجله لفوق، افضل ارفعها لين درجه 135. لو هو نورمال مش هيحس بالم ولا هيقول لي اي حاجه، لو هو مش نورمال عنده منشاتايتس هيقول لي لا ده وجعاني. تمام، تمام، ناخد الساين اللي بعدها لو هي بوزيتيف، اسمها برودزينسكي ساين. تمام، ده بيحصل ايه؟ بيحصل ريفليكشن، ريفليكشن في الهيب والني لما نعمل ريفليكشن للنك. تمام، ريفليكس ريفليكشن اوف ذا هيب اند ني لما النك از ريفليكسد، وده برضو لما تطلعي بوزيتيف يبقى عنده مينجايتس. تمام، دي ايه ببساطه يعني بالله عليكم؟ دي ايه؟ سماعات اسمها هيرينج ايدز. تمام، بتحاول تساعد تردد، بتحاول تاخد الترددات وتعملها ماجنيفيكيشن ومتوصله بالدرام على طول، تعمل لها فايبريشن كده فالانسان يسمع. تمام، البوست اوريال اوريال عشان بتتحط على الودن بره بوست اوريكل. تمام، تمام، امال اللي بعدها ده البادي ايدز، ده بقى جهاز. تمام، شوف هو الطفل لابسه هنا، لابسه وعنده اتنين، عنده واحده مستقبل ريسيفر واحده سنتر. تمام، انت هو ريسيفر اهو، انت بتروح تتكلم في السندر يروح الجهاز ده محولها. تمام، هو ده جهاز التكلم، يروح بعتها له ريسيفر. تمام، تمام، ناخد اخر حاجة اللي هي بنشوفها بقى جوه برضو hearing aid، بس جوه الودن اسمها in the ear hearing aid. تمام، ال ITE. تمام، الحمد لله كده خلصنا اولى الراوندات، واتمنى كانت الامور سهلة وبسيطة. لو عايزين تراجعوا براجعوا تاني، بس انا بسطت لكم الامور، وان شاء الله نستنى تحديثات الدكتور اكتر. تمام، قبل العملي. شكرا ليكم جدا، thank you all for listening.